صحتك مع بيرلا. اليوم اخترت لكم فيديو رح نشاهده سوا بعد شوي، رح نكون عم نتعلم طريقة عمل الشوكولات سبريد أو الشوكولاتة للمرغ أو معجون الشوكولاتة اللي نحنا أكيد مشهور ومنستعمله بمنازلنا، خصوصة أطفالنا بحبوا كتير، واللي أغلب الأحيان بتكون هالشوكولاتة أو الشوكولات على هيزل نوت أو على بندق، ومنكون نحنا عم نمرغه بالساندويتش لأطفالنا وهن بتعلقوا كتير فيه وبصيروا يطلبوه يومياً. ولكن مثل ما صرتوا تعرفوا أو يمكن سمعتوا، هالنوع من شوكولا المرغ منه صحي كتير، بيحتوي على أنواع دهون يا أما مهدرجة يا أما مشبعة أو الاثنين سوا مع كمية سكر كتير عالية، وأكيد هذا الشيء مضر لصحة أطفالنا. ودايماً عم نسمع أنه قد ما فينا ما نكون نحن عم نخلي أطفالنا يتناولوا هالنوع من الساندويتشز ويبتعدوا عن معجون الشوكولاتة. ولكن شو هو الحل؟ معقول نحن نقول لأطفالنا ممنوع بقى تاكلوا أبداً هالساندويتش؟ وأكيد صعب هون شوي نحن نكون عم نقنعهم. أما الحل المناسب فهو نكون نحن عم نعمله وعم نحضره ببيتنا طريقة سريعة، ما بدنا إلا الخلاط، بدها شوية صبر لأنه بدها تاخد وقت حتى نكون عم فعلاً نطحن البندق، ولكن بالنهاية رح يطلع لنا معجون شوكولاتة بنقدر نستعمله على التوست، على الخبز العربي، على الخبز الفرنجي، على حيال نوع خبز بتحبوه، طعمته طيبة، ولكن بنفس الوقت بدل ما يكون مضر رح يكون صحي. ورح تشوفوا رح نستعمل السكر محل السكر رح نكون عم نستعمل العسل. ضلكم معنا تنحضر سوا هالفيديو، وان شاء الله يكون عم بينيل اعجابكم. اعطونا رايكم بصفحتنا بالفيسبوك صحتك مع بيرلا. مثل ما عم تشوفوا معجون الشوكولاته على البندق شكله بشهي، فينا نمرغه على الفواكه مثل الفخاز او على الخبز، فينا نعطيهم على المدرسه لاطفالنا، أو كوجبة خفيفة حلوة لألنا وللعائلة كلها. خلينا نشوف سوا كيف ممكن نعملها بالبيت. 330 جرام من البندق تقريبا لسبع دقايق، ومنحطهم بقلب الخلاطة، منرش رشة من الملح، منزيد ملعقتين من زيت دوار الشمس ومنخلطهم. معقول تاخد كتير وقت، ممكن تاخد كتير وقت خصوصا اذا الخلاطة منا سريعة. اخدت معهم هن تقريبا اربع دقايق، معقول تاخد لحد الخمستاش عشرين دقيقة اذا كان منو سريع الخلاطة. مننزلهم بوعاء مثل ما شفتوا، خلصنا لكينا زبدة البندق، زدنا عليها ملعقة كبيرة أو ملعقتين ونص كبار عسل طبيعي، ملعقتين كبار من الكاكاو الغير محلى، بودرة الكاكاو، ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيلا اكستراكت، وإذا أنتم ما عندكم فانيلا اكستراكت منا مشكلة، مستخلص الفانيلا ما راح يأثر، بس إنه طعمته أطيب إذا منقدر نحطه. ومنخلطهم مثل ما عم تشوفوا بقلب الوعاء. بدي أذكر إنه الكاكاو ديجا بيحتوي على مواد مضادة للتأكسد، وزيت دوار الشمس اللي زادوا كمان بيحتوي على فيتامين أ وعلى زيوت الغير مشبعة اللي هي كتير صحية لشرايين القلب. والبندق أكيد بيحتوي على المغنيسيوم، بيحتوي على الألياف، وبيحتوي على الفيتامين إي كمان، إلى جانب أملاح معدنية وفيتامينات. يعني عم نحضر بديل لشي مؤذي وعم نعمله أكيد صحي. حطوا هون بقلب المرتبان، ومثل ما شفتوا الناس عم تحبه، طعمته طيبة، كتير سهل تحضيره، وبديل رائع لمواد مأزية. إن شاء الله أطفالنا يحبوها. مثل ما شفتوا هون شو استعملنا، استعملنا 300 جرام من البندق،
ملعقتين كبار من زيت الدوار الشمس، ملعقتين كبار ونص من العسل، ملعقتين كبار من الكاكاو الغير محلى بودرة الكاكاو، وملعقة صغيرة من مستخلص الفانيلا ورشة ملح. وهذه هي صار عندكم معجون الشوكولاتة الصحي. إن شاء الله يكون هالفيديو وهالفكرة الجديدة حبيتوها، وإن شاء الله كمان تكونوا مستعدين تجربوها ببيتكم، لأنه وصلنا لأوقات ما بقى فينا نخلي أطفالنا يتناولوا المأكولات اللي هي فيها كتير سكر أو فيها كتير زيوت مهدرجة. أعزائي، مثل ما العلم عم ببين ومثل ما الدراسات عم تبين، هالزيوت المهدرجة اللي هي بتكون عادة عم بتأكسد لنا شرييننا وعم بتأكسد الخلايا، عم بتؤدي للأمراض الشرايين وأمراض السرطانية، ونحن أكيد بغنى عنها، ولازم من هلأ نعود أطفالنا وأولادنا يمتنعوا أو يبتعدوا قد ما فيهم عنها. وإذا نحن بالبيت بلشنا نحضر لهم الطعام اللي هو عم يتعودوا عليه وبلشوا يحبوه، ساعتها منصير نستغني عن كل هالأطعمة المضرة ونكون عم نعطيهم صحة بدل ما نعطيهم ضرر. أهلا وسهلا فيكم أعزائي، انطرونا دايما مع أفكار جديدة ومع مواضيع بتهمكم لإلكم ولأطفالكم ولكافة أفراد العائلة. أهلا وسهلا فيكم، انطرونا بالحلقة المقبلة.